السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يومكم كله النهاردة هنا وسعادة وراحة بال ورضا كده من الرحمن، اللهم أمين. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض وصفة جديدة فيها فكرة حلوة كده، عارفين كده اللي هو إيه، وليدة اللحظة. طول عمرنا بنسمع كبدة اسكندراني أو حواوشي اسكندراني، تمام زي الفل. عمركم بقى سمعتوا عن حاجة اسمها شاورما اسكندراني؟ لا، ايه دي بقى؟ ايه شاورما اسكندراني؟ النهارده مع بعض هنعمل فكره هتعجبكم، ريحتها يا نهار ابيض ما شاء الله تبارك الله على ريحتها اللي ماليه الدنيا وطعمها في منتهى الجمال. هنعمل نفس التتبيله بتاعه الكبده، ثوم وفلفل ملح كمون، وهنقول دلوقتي المقادير مع بعض كلها، بس هنتبل بيها الشاورما وهنعملها على طريقه الكبده الاسكندراني. قد ايه طلع الشاورما حكايه ما شاء الله عليها. في سر صغنطوط قد كده اهو هنعرفه مع بعض، واحنا بقى شغالين مش هنطلع السر دلوقتي. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. المقادير بتاعتنا: عندي نص كيلو شاورما، عندي كيلو شاورما. النهارده انا موفره عليكم تقطيع ناعم جدا وشاورما تستوي بمنتهى السهوله، وهنعملها من البوفتيك، وممكن تبقى من البوفتيك المستورد برضو بيبقى ناعم وفي منتهى الجمال. نص كيلو بوفتيك بلدي او مستورد، حته ليه صغيره، وهنقطعهم تقطيع شاورما زي ما هنقطعها دلوقتي مع بعض. وبعد كده عندي حتة لي عشان تطعم لي الشاورما، وعندي فلفل، فلفل بقى حامي رومي زي ما يعجبك، وبصل كمان متقطع جوليان بالطريقة دي، طماطم متقطعة مكعبات صغيرة، ربطة بقدونس محترمة، وعندي ثوم ملح وكمون وشطة، تمام. وعندنا ايه تاني؟ وعندنا زيت وملح قلناه، وعصير ليمون وخل، وفي سر المهنة مش هقوله دلوقتي، يا ترى هو ايه؟ اول ما يجي وقته هنفتش السر على طول. قوليلي انت مرفوده يا منى. منى نزلت لكم السر في المنيو، منى واسراء مرفودين الحمد لله. عايزه اللي اتصل بيها على الهوا دلوقتي يبارك لهم على الرفض ان شاء الله. يعني دي كانت بشاره استاذ فؤاد الصبح، هو قال لي هيترفضوا، هم فعلا بشارتك اتحققت يا استاذ فؤاد، هم مرفودين هم الاثنين. دي المقادير بتاعه الشاورما الاسكندراني النهارده بتاعتنا. زي ما قلت لك بفتيك سواء مستورد او بلدي هيدوا نتيجه حلوه قوي الاثنين بالطعامهم، حته الليه اللي هنحطها في الوصفه بتاعتنا. طيب البفتيك عندنا النهارده شرايح اهو، الست سمر هتقول لك الدنيا مكركبه، ماشي من غير ما تقولي، هنشيل كل الكركبه دي عشان بس ايه ما نزعلهاش مننا. الست فرحانه بالشاورما النهارده وعماله تسن سنانها ان هي هتفطر شاورما، فهي مش عايزين نزعلها. ادي البفتيك يا جماعه، شرايح البفتيك هروح حطها كده فوق بعضها بسم الله بالشكل ده، مدقوقه وناعمه وزي الفل. دي بقى تطلع لك شاورما اول ما تشم النار تستوي على طول في فينتو مينت. ايه فينتو مينت دي؟ بصي بقى بنحط كده الشرايح فوق بعضها، بططيها كده وبالسكينه هاخدها الاول طوليا هكذا، وخلي سكينتك حاميه مش زي سكينتي، لا كده بصوا ماشي، وبعدين هروح جايه واخداها كده بالورب عشان تديني طول اكتر للشاورما بتاعتنا. ورفعي على قد ما تقدري، كل ما كانت سكنتك حاميه كل ما تقدري ترفعي اكتر واكتر. اهو دايما يا جماعه يقول لك السكينه الحاميه ما تعورش، التلمه هي اللي بتعور. تخيلوا لو سكنتك تلمه مش هتعرفي تتحكمي فيها، ممكن تعور، لكن السكينه الحاميه مجرد ما بتنزليها على اي خضار على اي لحمه على اي فراخ بتروح مقطعاها على طول بسهوله. شايفين قطع الشاورما بهذا الشكل، وبعدين التانية اهو، يعني شوفوا اللي قدامي دول ثلاث شرايح بفتيك، يعني ممكن ما يكملوش نص كيلو. لما نقطعها بالشكل ده ترمي معانا كتير جدا اهو. يا شيماء صباح الهنا، شيماء صباح السعادة، عاملة ايه؟ ازيك يا شيمو؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ بخير يا حبيبتي والله، ربنا يخليكي، تعيش يا شيمو. لينا ما نتحرمش منك ابدا. تسلمي لي يا قمر، جربي الاختراع النهارده بقى ده يا شيماء. طبعا الجديد كله عند شيف هلاو بس. ربنا يخليكي يا شيماء والله بكل ذوق. ربنا ما يخليكي ابدا. تسلم يا قمر، اشكرك. بعد اذنك بس انا كنت عايزه حلقه عن المشروبات الشتويه خصوصا اللي بتعمل في الكافيهات بعد اذنك. عينيا، يا نهار ابيض جاي حالا. طريقه التفاح بالقرفه لو سمحتي. حاضر.
حاضر منك يا رب. من عينيا الاثنين على فكره. ده يعني من اكتر المشروبات اللي بحبها جدا. دلوقتي يا جماعه قطعنا الشاورما وجهزناها. ميزه الطريقه دي ان احنا لا هننقع ولا نقعد نحضر قبليها، ده احنا هنشتغل فيها على طول زي ما بقول لك كده في ثانيه. التتبيله بتاعتنا ولا كلمه. هنعمل ايه بقى؟ ادي الشاورما اللي اتقطعت، بسم الله. هحطها بقى ايه في طبق كبير او بوله كبيره كده عشان اعرف اتبلها كويس، وهنزل عليها بحته الليه اللي انا فرماها برده كده. يعني معنى الكلام ده ان ايه؟ ده احنا هناخد حته ليه للخضار، مش تقولوا لي ولا انتوا عشان اترفدتوا خلاص. اوكي تمام خلاص يا جماعه، هم اعتبروا نفسهم مرفودين خلاص. بصوا يا جماعه، حته الليه اللي انا فرماها هاخد منها معلقه، هما معلقتين، هاخد معلقه على الشاورما ومعلقه هتبل بيها الخضار كده. يعني معنى كده ان انا مش هنزل بالليه الاول اسيحها وبعدين انزل بالشاورما، لا كله كده في قلب بعضه. خلاص دي اول خطوه معانا اهي كده، الشاورما جهزت وزي الفل. نعمل لها التتبيله اللي اتفقنا عليها، التتبيله بتاعه الكبده الاسكندراني، الثوم والفلفل والليمون، كله في الكبه معانا. ما عندكيش كبه في الخلاط وتزودي نص كوبايه ميه، هتمشي في الخلاط وتبقى زي الفل. ما بنقفش على محطات. استاذ حسين اهلا وسهلا. صباح السعاده وسكر الزياده يا شيخ. صباح الهنا عليك، ازيك يا استاذ حسين؟ ازاي حضرتك؟ والله الله ينور عليك ودايما الابداع والجديد عند حضرتك والله يا شيخ. ربنا يخليك والله، اشكرك. صباح الزي يا شيخ. قول لي. نعم تحت امر. نسامح كريم بالنسبه لاستاذه منى استاذ اسراء يا شيخ، معلش. ابدا لا ابدا نسامح كريم. او انا اصلا نسيت هم عملوا ايه، بس لا قلبك طيب انت يا شيخ والله. والله نسيت. هو انا رفدتهم ليه؟ نسيت. لا يخليك يا شيخ، تسلم. ده حضرتك تؤمر، حضرتك تؤمر يا استاذ حسين. ماشي اشكرك. كده حطيت الثوم والفلفل، تقدري تحطي فلفل حامي او فلفل رومي او الاثنين مع بعض كده، ملح. وهناخد كمان زي الكبده الاسكندراني بالظبط، بتاخد ملح وكمون وكزبره وشطه، وهو المطلوب شويه شطه حلوين. كمون مع الكبده ومع اللحمه بيدي طعم حلو قوي، يعني الكمون مع الشاورما هو والكزبره ما شاء الله حكايه. بس يا ستي خلاص كده، يبقى انا حطيت ثوم وحطيت ملح وكمون وكزبره وشطه وفلفل، وادي كمان شويه زيت بس، وهنضرب كل ده مع بعضه. دي كده التتبيله الاساسيه بتاعه الشاورما والخضار الاثنين. بسم الله الاثنين هيتبلوا مع بعض، بس الكبه ربنا يهديها. شفتوا؟ مش انا بقول لكم دول لازم يترفدوا؟ والله جت تفكريني بالغطا بعد ما انا اكتشفت. انتوا خلاص، انتوا كده شكرا. بس ولا عشان خاطر استاذ حسين والله. يلا نضرب بقى التتبيله دي. بس وخلاويص التتبيله قال ايه؟ جهزت تتبيله الشاورما والخضار تمام زي الفل، تمام التمام. قبل ما تبل هعلي النار على الوكين، ووك ندبل فيه الخضار، والوك التاني هندي صدمه محترمه للشاورما بالتتبيله بتاعتها بالليه. هكذا. بصوا يا جماعه، ادي الشاورما وادي الليه وادي التتبيله، نصها هنا كده، قلبي كده كله في بعضه، مش هينفع معلقه، لازم نتبل كده بايدينا علشان دي مش هتتنقع في التتبيله، فانا محتاجاها على طول على طول تتطعم وتنزل على طول في الطاسه. خلاص خدت التطعيمه الحلوه بتاعتها اهو. بصوا المنظر، شايفه يا سمر؟ كل حته في اللحمه اتبلت اهي. وانت بتعملي كده هتشمي ريحه التتبيله ما شاء الله عليها، عالمية. شايفين منظر التتبيلة عامل ازاي؟ ولا كلمة، يعني مش محتاجة بجد حاجة خالص، يعني هي كده خدت التطعيمة زي الفل. ونص التتبيلة معانا. تعالوا بقى نروح على البوتاجاز. شوية زيت هنا للخضار وشوية زيت هنا للشاورما. الطريقة دي كمان يا جماعة ميزتها
انها بترمي كتير قوي، يعني انت لو عملتي نص كيلو مع الخضار اللي احنا حاطينه بترمي كتير قوي. هاخد معلقه اللي هي اللي انا كنت سايباها للخضار اهي عشان اطعم بيها هي كمان الخضار، واخلي الخضار جنبي. وهنا للشاورما بقى احنا حاطين اللي هي مع الشاورما نفسها، فانا مش محتاجه في الزيت احط اللي هي تاني كده، حلوه قوي. وعلى فكره الناس اللي مش بتحب اللي هي او مش يعني مش بتحب تحطها في الاكل عادي، اشتغلي بالزيت عادي هيبقى زي الفل. لو عندك بقى معلقه سمنه بلدي او معلقه زبده من زبده المصريين اللي على طول منورانا، حطي بقى حته زبده كده، يا سلام على الجمال والحلاوه. هننزل بالبصله اول ما اللي هي ساحت. هتبل البصله الاول اهي قبل ما انزل بالفلفل. خلي البصله كده ايه تاخد يا دوبك بس اللون الابيض ده بتاع البصله ده يتكسر معانا، بس مش اكتر من كده. يا سلام على شويه الروايح اللي طالعه النهارده يا سمر. يا سلام يا سلام. ايون ايون ايوه حد بينده اهو. كل ده انا مستنيه الزيت هنا يسخن كويس عشان ندي صدمه للشاورما. ميزه البفتيك بالذات يا جماعه لما بقطعه شاورما زي ما بقولك بيشم النار يستوي. يلا ايه كويس، ندي كده ايه صدمه بقى حلوه للشاورما بتاعتنا متبله واخده ليا كمان. بسم الله. شوية روايح طالعة 10/10 ما شاء الله. يا حاجة نجاة أهلا وسهلا. أهلا بيكي، ازيك يا ازي حضرتك عاملة ايه يا حبيبتي؟ حبيبتي والله تسعيش، انت اللي غالية عليا والله. الله يخليك، ازيك يا سيف؟ شم الريحة؟ شم ايدك على اللي بتعمليه. شم الريحة ولا لا؟ شم، عايزة اجيب سيف كده واقعد اكل بس كده. يا نهار ابيض يجيلك لغاية عندك والله. تأمري. عايزة منك طلب يا شيف هالة. تحت أمرك. أنا عايزة أهني حبيبتي النهاردة بعيد ميلادها. كل سنة وهي طيبة. هي قد إيه؟ حياة خالة سمير. يا رب حياتها كلها سعادة وهنا يا رب، اللهم أمين. وكل سنة وهي طيبة. الله يخليك يا شيف هالة. تعيشي يا حبيبتي، تعيشي كل سنة وهي طيبة. فرح قلبك بيها ويديها الصحة والسعادة كده على طول يا رب، اللهم أمين. حبيبتي نورتيني. يلا يا جماعة البصلة ابتدت اهي. خدي بالك يا سمر من مراحل ان البصلة تدبل معي تستوي. كانت بيضة بيضة قوي لونها ابيض قوي، بصوا كل مادة عمال البياض بتاعها يهدى اهي. ماشي كده، ادي اول حاجة معانا. ومش هنتبل دلوقتي، هستنى شوية لما البصلة تدبل شوية ونحط الفلفل وبعدين نتبل. مين معانا؟ يا ياسمينة اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ ازيك يا قمر، عامله ايه؟ تمام الحمد لله. اهلا بيكي نورتينا. عايزه حضرتك على المكرونه البشاميل. مالها المكرونه البشاميل دي؟ زعلانه مننا جدا، ده احنا بصي يعني تعبناها جدا معانا المكرونه البشاميل. قولي لي ايه المشكله معاكي فيها؟ يعني هي بتنشف مني صراحه. بتنشف؟ اه. والبشاميل اللي بيطلع معايا مش حلو. ما بتعمليش بشاميل الخلاط يا ياسمينة؟ بشاميل الخلاط اللي احنا عملناه بالمقادير المظبوطه تطلع معاكي الصينيه ولا كلمه خالص. انزل لك مقاديره دلوقتي. حاضر. نزلوا لنا يا جماعه بشاميل الخلاط اللي هو لتر لبن، كوبايه الا ربع دقيق، مثلثين من الجبنه المثلثات، كل ده بضربه في الخلاط. ولو عندك معلقه قشطه كمان حطيها هتبقى زي العسل. اضربي في الخلاط وحطي معلقه زبده في الطاسه او في الحله وانزلي بمقادير الخلاط عليها وانت بتضربي، عمره ما يكلكع منك ولا عمره ما يحصل فيه اي خطا، ويطلع كريمي ناعم زي الكريمه بتاعه التورته بالظبط، ويعمل لك مكرونه بشاميل ناجحه من اول مره بفضل الله. مقادير سهله وبسيطه. بصوا البصله شايفين اللون خلاص كده حلو قوي. كده بقى هناخد فلفل، وممكن زي ما قلت لك تحطي فلفل حامي. انا حاطه رومي عشان طبعا ايه الشاورما الولاد بيحبوها جدا، فطبعا لو حطيتي فلفل حامي ممكن ما يعرفوش شكله منها. نقلب كده بالشكل العسل ده اهو. وانا بقى بقلب كده هاخد من التتبيله اللي كانت معايا في الاول خالص. ماشي كده، ومبقيه معلقه
دي هخليها للاخر. هقلب شويه روايح طالعه حكايه ما شاء الله بجد. الشاورما بتاعتنا النهارده يا جماعه بالطريقه دي بجد عسل عسل عسل. يا اسماء صباح النور والهنا والسعاده. ازيك يا سوسو؟ الحمد لله. عامله ايه؟ وحشاني جدا. وانت يا قمر؟ والله والله انا جربت منك حاجات كتير جدا 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 بصراحه. طب ايه الاخبار؟ بتنجح ولا ايه؟ اوعي. الحمد لله زي الفل. انت عامله ايه؟ الحمد لله. قولي لي ليكي اي سؤال؟ لا انا طبعا بصبح عليك الاول. صباح العسل. ويا رب يكون في ميزان حسناتك. تعيشي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. وانا اشكرك على اللي انت بتعمليه بصراحه. حبيبه قلبي والله فوق دماغي والله كلامك ودعوتك الجميله دي، اشكرك حبيبه قلبي. دلوقتي بقى انا جنبت في الخلاط كل ده، هي الخلطه الوحيده اللي عملناها، خدنا منها معلقه للشاورما وخدنا معلقه للخضار، مجنبه معلقه كده في الاخر. هزود عليها ايه بقى دي؟ هزود عليها عصير ليمون وهزود عليها شويه خل بس كده، وهقلبهم كده بصوا ببعض كده. وركن يا باشا، دي جاي لها دلوقتي وقتها اللي هيخلي الروايح واصله لاخر الدنيا. العماره كلها النهارده هتعرف ان انتوا عاملين شاورما. نقلب زي ما قلت لك، الشاورما ما بتاخدش وقت خالص، اللي هي بتبقى متقطعه من البوفتيك ما بتاخدش وقت، انسجه ناعمه جدا وبنقطعها رفيع جدا زي ما قلت لك، بتشم النار خلاص استوى. حلو كده، هي كده هي تمام. هروح واخده الخضار بسم الله عليها. يا سلام يا سلام يا سلام. وبعدين وصلنا للسر في المرحله دي، السر اللي بسببه منا واسراء اترفضوا. الحمد لله رب العالمين خلصت منهم هما الاثنين. ايه هو بقى السر؟ بعد ما اوصل للمرحله دي اللي انا حطيت الخضار على الشاورما بالشكل ده والشاورما استوت والخضار دبل، هروح واخده معلقتين كبار طحينه وحطاهم على الشاورما اللحمه كده اهو يا جماعه، واقلبه لون وطعم وريحه وتماسك. الطحينه دي سر، بس دي طحينه ايه؟ سلطه، مش طحينه، مش طحينه خام. يعني انت بتعملي سلطه الطحينه اللي هي هتحطيها في السندوتشات متطعمه جاهزه بالتوابل بتاعتها بكل حاجه. بروح واخده معلقتين كبار وحطاهم على شاورما اللحمه في الاخر. مين معانا كده؟ انا بطفي النار. يا محمد اهلا وسهلا. اهلا بسعادتك يا فندم. ازيك عامل ايه؟ الله يخليك. ايه الجمال ده بس يا فندم؟ شميت الريحه ولا لا يا استاذ محمد؟ شممها يا فندم وهعملها على طول دلوقتي بعد يلا. ما اقفل مع حضرتك. يلا يا باشا يلا. بس انا ليا سؤال عند حضرتك يا فندم. تحت امرك. بقول لسعادتك ايه يا فندم؟ زبده المصريين اجيبها منين؟ انا مش لاقيها في اي سوبر ماركت. هنزل لك الرقم. مش عارف ايه وكده. نعم؟ لا هي بتطلبها لانها بتيجي من المزارع بتاعتهم، يعني هي من مزارعهم. فهنزل طيب. لك الرقم، تطلب طيب. تتصل بالرقم هتجيلك لغايه عندك. طيب لما هتجيلي بكام؟ يعني هيحطوا لي اتصل بالرقم هيعرفوك كل حاجه. الرقم اهو يا جماعه، يلا ننزل رقم المبيعات، اتصل بيهم واسال على كل اللي انت عايزه. بصوا بقى بعد معلقتين الطحينه شوفوا اللون عامل ازاي، وبعد ما طفيت البوتاجاز وجبت الشاورما بعيد هروح واخده طماطمتين، ما بنزودش الطماطم ومن غير ميتها. ماشي. وهاخد كمان شويه بقدونس اهو. قوليلي الرقم يا جماعه، 17139 صح كده؟ 17139 ده رقم المبيعات لزبده المصريين. ماشي كده، اي خدمه. ونقلب. بصوا بقى المنظر وشوفوا الطحينه عاملة ايه، والطحينة دي بتدي طعم جوه العيش يا جماعة في السندوتشات. يا نهار ابيض يا جماعة على جمال الشاورما بتاعتنا النهاردة، الله اكبر عليها. حاضر حاضر، الحجز ابتدى. بصوا المنظر بقى، يعني بصوا هي بتتحدث عن نفسها بجد، هي مش محتاجة حد يتكلم عنها. ولو واقفين معايا هنا وشمين الريحة، انا شماها. أنا شم الريحة. فين العيش؟ الحقونا بالعيش، الحقونا بالعيش.
يلا بينا بقى نعمل ايه؟ سندوتشين حلوين كده. ماشي يلا. منا عايزه تدوق الشاورما قبل ما تترفض، انتوا ايه رايكم؟ لا ماشي استاذ فؤاد. لا معلش يا جماعه، لازم لما نرفدكم لازم يبقى نفسكم كده رايحه للشاورما. روحي اعمليها في البيت يا اموره يا شاطره الجيل الجديد. سامعيني؟ سامعيني وعاملين مش سامعيني. العيش بقى طبعا انسب حاجه للشاورما العيش الكايزر، عشان تبقى ايه زي الجاهزه بالظبط. لما نعمل حاجه نعملها صح. هنجيب معلقه للطحينه. ما شاء الله ما شاء الله على الروايح. دي سلطه الطحينه عاديه جدا، قلبها كده في بعضها. وهناخد بقى تعالوا 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 ما تتكسفوش، تعالوا تعالي يا سمر ما تتكسفيش يا ماما تعالي. بصوا اهو اهو ادي السندوتش. خدتوا بالكوا الطماطم والبقدونس اتحطوا امتى؟ عشان كده الطماطم ما جابتش ميتها. الووك بتاعي من على النار على طول نزلت بالطماطم وقلبت، فايه اللي حصل؟ الطماطم دبلت بس ما نزلتش ميتها. شويه طحينه كده اهو. وهنا ساسكت قليلا احتراما لهذا الجمال. شايفين؟ الف هنا وشفا. يلا يا سمر نلحق نعمل واحد كمان وخلاويص. يلا ولا كلمه ولا كلمه اهو. هتحسي كده قلبك بيدق كده وانت بتعمليها اصلا بالخلطه اللي عملناها النهارده، ويشم الريحه واو. ما تنسوش بقى دعوه حلوه بقى، تبقوش بخله. يلا يا باشا يلا، المخبر بتاعنا قال نطلع فاصل. بصوا كده سلطه الطحينه بالشكل ده. شوفوا السندوتش ده تجيبوه من بره بكام ومش متطعم التطعيمه دي ومش واخد الطعم ده، بتقولي ايه؟ يلا اه، ده الشاورما السخنه اللي لسه معموله دلوقتي هيبقى عليها خناقات. اهي ادي شكل الشاورما يا جماعه بكل الحركات اللي عملناها فيها النهارده والدقه الحلوه اللي عملناها، وبنفس خلطه الكبده الاسكندراني مع شويه تحابيش عملنا شاورما وسميتها لكم الشاورما الاسكندراني. ان شاء الله تعجبكم جدا جدا، وبجد هتعتمدوا الطريقه دي على طول عندكم في البيت. الف هنا وشفا ليكم جميعا. دلوقتي بقى بسرعه بسرعه اطلعوا فاصل، وبسرعه بسرعه ارجعوا لنا نكمل حلقتنا مع بعض. فاصل قصير بس اوعوا القناه. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. بصوا يا جماعه تعالوا نتفق على حاجه مهمه، ما ينفعش اقول مثلا ايه مرض السمنه واسكت على كده، لان هي مش مرض، هي كومبو امراض، هي مجموعه امراض زي السكر الضغط القلب وما شابه. وكمان اهم حاجه بتبقى دايما دايما مصاحبه لمريض السمنه الحاله النفسيه، لدرجه ان ممكن مثلا توصل مريض السمنه ان هو ايه يعزل نفسه عن الناس، مش عايز يخرج، مش عايز يروح، مش عايز يجي، مش عايز ياكل قدام حد يشوفه هو بياكل وشهيته مفتوحه وشهيته عاليه. ايه ده انت بتاكل كتير؟ لا خف. الكلام اللي هو فيه تنمر بيزود الحاله النفسيه لمريض السمنه. طب احنا كده واقعين في مشكله كبيره، ايه حلها وازاي اقدر اتجنب
بسبب مرض السمنه، سواء انا لسه داخله عليه او سواء خلاص يعني قدر الله انا وقعت في مرض السمنه، هل في حل ممكن يكون معايا كده حنين وسهل وبسيط ومحدش يقدر يديني اوردر اعمل ده وما تعملش ده كل ده وما تاكلش ده، امشي على نظام غذائي؟ لا، مش الحاجات دي كلها زي ما دايما بنقول الممنوع مرغوب، اللي انا هتمنع منه هو اللي نفسي بتروح له اكتر. تعالوا مع بعض النهارده نرحب بضيفي الكريم اللي منورنا اللي هيحل لنا ان شاء الله باذن الله وبفضل الله المشكله دي بمنتهى السهوله، دكتور محمد تركي مدرس بكليه الصيدله. أهلا وسهلا. ازي حضرتك يا دكتور؟ دايما منورنا، ربنا يخليك. ايه رايك في كلمه ان السمنه مش مجرد مرض، هي مجموعه امراض؟ بصي انت قلتي يعني كل اللي انا عايز اقوله صراحه. لا والله. انت قلتي الكلام الطبي اللي احنا بنقوله حتى في المحاضرات، يعني احنا بنقول نفس اللي انت بتقوليه، السمنه مش مرض لوحده وما يعتبرش حتى مرض قائم بذاته ان انا عندي مرض السمنه، لا ده انت عندك مرض السمنه، شوف معاه ايه، شوف المرض اللي معاه ايه سكر، ضغط، قلب، اوعيه، مفاصل، حاله نفسيه مهمه جدا بتصاحب طبعا مريض السمنه. واهم من كل دول او السبب في أغلبية الأمراض ديت بيبقى عنصر الكوليسترول اللي في الدم. لأن الكوليسترول اللي في الدم دوت بيبقى جاي من إن في مادة شمعية، يعني ببساطة جدا عشان الناس إيه تبقى فاهمة يعني إيه الكوليسترول. ما أنا كنت لسه هسألك يعني إيه بقى، عايزين نفهم يعني إيه الكوليسترول. بصي الكوليسترول دوت هو اللي بيجيب لنا تلات أرباع المشاكل اللي في جسمنا. الكوليسترول دوت هنقوله في أربع حاجات بسرعة جدا عشان الناس تبقى سهلة بالنسبة لهم. أول حاجة إيه هو الكوليسترول؟ طيب إيه أسبابه؟ يعني بيجي لي منين؟ خلاص ايه اعراضه؟ بيجي لي اعراض ايه وايه علاجه؟ اربع حاجات بسرعه. ايه هو الكوليسترول؟ ماده شمع. عارفه الشمع؟ الشمع اللي احنا بنسيحه ده الشمع. تخيلي الماده الشمعيه ديت في الاورده او في الاوعيه بتاعتك. الشمع لما بتسيحيه شويه وتسيبيه بيحصل ايه؟ بيتجلط كده وبيجي، هو ده اللي بيحصل جوه الاوعيه. ده ايه الكوليسترول عشان بس الناس تبقى فاهمه بطريقه مبسطه. طب اسبابه؟ الاكل. طب اي حاجه بناكلها بتلاقي فيها نسبه من الكوليسترول او نسبه من الدهون او الكربوهيدرات بتتحول في الاخر للكوليسترول. طيب اعراضه؟ اعراضه دي بقى المشكله الكبيره. مالوش اعراض. مالوش اعراض، لازم تحللي عشان تعرفي ان عندك كوليسترول، الا طبعا في الحالات الايه الاكستريم. مفيش عرض يظهر عليا اقدر اقول لا ده انا كده مريض الكوليسترول. لا لازم احلل فلاقيه اعلى من 200. طب نشوف الصوره دي كده مع بعض. احنا معانا يعني الصور. ده بصي يلا. ده اللي انا بتكلم فيه جوه الايه الاورده او الاوعيه. الشمع ده الماده الشمعيه، الماده الخضراء ديت او الماده الشمعيه ديت اللي هي الكوليسترول بتترسب جوه الوعاء جوه الشريان بتاعي. خلاص فيعمل ايه؟ يسده. ما هي قربت كده في النموذج اللي تحت ده. ايوه بالظبط كده تحت دوت ان هو في. بصوا يا جماعه شايفين طبعا كده مفيش مكان لمجرى الدم. خلاص بقى الدم هيقف. نبقى عارفين بس ان الدهون عامه في دهون صحيه ودهون ضاره. الدهون الصحيه بيسموها HDL والدهون الضاره بيسموها LDL، ودي اللي موجوده بكثره جدا في كل الاكل اللي احنا بناكله، وفي اي اكل من الحاجات الجانك فود او الاكلات السريعه بتبقى مليانه دهون غير صحيه. فتعمل لي المشكله دي. طب هنوصل لرابع حاجه اللي هي علاجه. هنتعالج ازاي منه؟ اهم من الادويه واهم من كل حاجه ان احنا نظبط اكلنا. نقلل اكلنا. طيب الياف سوتي بتعمل لي ايه في الموضوع ده؟ انا كنت لسه هقول لك. واللي ما بيقدرش بقى يتحكم في الاكل، يتحكم في شهيته، يتحكم في الوجبه اللي بياكلها ومواعيده حتى مش كويسه عشان يوصل للشبع. بالظبط كده. لا ومواعيده كمان تلاقي واحد ايه مواعيده مش متظبطه انه ياكل في البيت اكل صحي والكلام ده. طبعا هنا الياف سوتي هتعمل ايه بقى؟ الياف سوتي هنا هتسد لك الشهيه لمده تتراوح ما بين 10 ل 15 ساعه في اليوم مثلا. فتخيلي انت شبعانه لمده 10 ساعات في اليوم، هتبقي نفسك تاكلي حاجه، هتبقي اللي بتاكليه هيبقى عندك حاجه انا دايما بسميها رفاهيه اختيار الاكل. يعني انقي الحاجات اللي انا باكلها كده كده. مش انا شبعانه يعني. بالظبط انا شبعانه. مش بس كده، طب تعالي بقى اوريكي الياف سوتي غير انها هتعمل الشبع او الكلام دوت وهتخسسني في الوزن. وبنقول 10 كيلو كمان في الشهر. تعالي اوريكي بقى تاثيرها على الدهون نفسها. الدهون اللي داخلالي من الاكل او الدهون اللي في الجسم اللي هي بتعمل الكوليسترول دي، تعالي اوريكي تاثيرها هيبقى عامل ازاي. يعني كده معنى كلام حضرتك ان الياف سوتي بتشتغل على نوعين من الدهون، اللي جايه اللي لسه داخله اللي جايه مع من الاكل واللي في الجسم متخزنه بقى لها سنين. بالظبط بتشتغل تعمل ايه؟ تعالي اوريكي كده. بصي ده زيت عادي خالص. تمام. الزيت ده طبعا بنستخدمه احنا في 3 ارباع الاكل او اغلبيه الاكل بتاعنا، يا زيت يا سمنه. خلاص الزيت والسمنه، الزيت والسمنه دول هم اللي بيعملوا لي في الاخر ايه؟ كوليسترول. طيب هجرب. انا دايما بقول الالياف بتاعتي او الياف سوتي بستخدمها ازاي؟ بستخدم باكت قبل الغداء خلاص وباكت قبل العشاء. يعني كده اتنين باكت في اليوم. اتنين باكت في اليوم دي في اليوم. الجرعه اللي انا الموصى بيها زي ما بنقول كده. بستخدم تو باكتس في اليوم. اول باكت قبل الغداء بتلت ساعه. وبقى اهم حاجه طبعا ان انا اشرب ايه؟ اشرب ميه كتير، كوبايتين ميه بعد استخدامي. وهتعرفنا ليه دلوقتي؟ هنعرف دلوقتي مع التجربه الثانيه، بس يهمني ان انا ابقى اشوف بس الاول تاثيرها على الدهون عامل ازاي. طيب ده انا كده اخدت الباكت الاولاني اللي هو قبل الغداء. هكمل بقى على اللي بعد العشاء. هكمل اليوم عادي خالص.
تمام، واكل بقى اللي نفسي فيه ودي هقولها لك دلوقتي كمان شويه بس، واخد الباكت اللي ايه كده احنا حاطينهم فوق طبقه الدهون. بصي احنا كده هسيبها هنا اهوت، انا مش هتداخل بقى معاها، هنسيبها هي مع الوقت هتبدا تعمل ايه، هتبدا تكسر او تفتت الموليكيولز زي ما بنقول او جزيئيات الدهون دي، فتخليها لي سهله التخلص منها، تخلي الجسم يتخلص منها بسهولة. ده كمان ايه التجربه اللي احنا عملناها دي على جرعه يوم واحد. تخيلي انت مش هنقول مثلا بقى لنا اسبوع بناخد كل عشر يوم ايام. ولذلك انا دايما بنصح استخدام الياف سودي بيقيس وزنه كل 10 ايام طب تعالي بقى اوريكي برضو لو نزلنا دهون، يعني انا دايما بقول كده ان انا لو نزلت 2 كيلو دهون هيبقى حجمهم قد ايه، عشان الناس تبقى فاهمه برضو صوره معانا يا جماعه. 2 كيلو بس، 2 كيلو بس ممكن يفرقوا لي فرق كبير جدا في الميزان. ومش بس يفرقوا لي فرق في الميزان، يفرقوا لي فرق في شكلي. ليه؟ لان زي ما نقول كده الدهون ال 2 كيلو الدهون دول بيبقى حجمهم كبير قوي، بيبقى حجمهم اكبر بكتير من الايه، من اللحوم العاديه. زي الصوره دي كده، زي بص دي، لو انا خسرت 2 كيلو ونص من الدهون ده هيعمل لي انجاز كبير جدا، وهيغير لي في شكل جسمي، وهيغير لي في شكل اللبس حتى. اللبس حتى هتلاقي شكله بقى مختلف. ليه؟ لان انا بخسر دهون. هنا بقى الالياف سودي الطبيعيه بتعمل ايه، زي ما بنقول بتكسر جزئيه. بصي بدات ايه تعمل ايه، بتخترق طبقه الدهون اللي احنا عملناها، تحاول تمص اكتر قدر من الدهون تقدر عليه. فبتخلي المهمه للجسم سهله جدا انه يتخلص من الوزن الزايد عن طريق الدهون. طيب انا عايز اقول بقى بننزل قد ايه، بننزل من 4 ل 10 كيلو في الشهر الواحد. طبعا على حسب اختلاف السن والحاله الصحيه وعلى حسب اختلاف حاجات كتير، ولكن بتبقى الى حد ما من 4 ل 10 كيلو شهريا نزول في الوزن. ونزول زي ما بقول بقى اهم حاجه نزول في الدهون اللي من الوزن، عشان تدي شكل حلو للجسم، عشان تبقى شكلها جميل. يعني الشخص دلوقتي اللي بيخس دهون وعضلات، ولا بيخس دهون بس؟ لا احنا مش عايزين ملوش دعوه بالعضلات. احنا عايزين ينزل الدهون ده اللي هي اللي متراكمه دي، اللي هو الكرش، الجناب، الفخذ، الحاجات ديت بيبقى فيها دهون كتير. ده بالعكس، يعني انا في رايي المتواضع ان العضلات بتفوق. طبعا لما الدهون بتتشال من عليها العضلات بتفوق. في كتير صح؟ طبعا في كتير من اللي بيلعبوا جيم يقول لك انا بلعب جيم ومش باين العضلات. ليه؟ عشان العضله مليانه دهون. أيوة. المدربين يقولوا له انت العضله بتاعتك مليانه دهون عشان بتاكل اكل فيه دهون كتير، فبيخلي العضله مش باينه. طيب انا دلوقتي لما انزل، لما اقدر انزل الدهون دي، لما اقدر انزل الدهون دي ايه اللي هيظهر؟ هيظهر العضلات، هيظهر شكل الجسم، هيبقى شكله حلو. للسيدات هيبدا لبسهم يبقى شكله حلو عليه. صحيا كمان الجسم طبعا دي اهم حاجه كمان، عشان الكوليسترول بقى واللي احنا اتكلمنا عليه. ايوه بالظبط. طيب احنا دلوقتي بنتكلم على ان الشخص بيخس في الشهر من 4 ل 10 كيلو، بس نحط 100 خط تحت كلمه بامان، لانها الياف طبيعيه. بصي احنا عندنا مدرستين، مدرسه ادويه ومدرسة حاجات طبيعية. المدرسة الأدوية أعراض جانبية لا حصر لها زي ما بنقول. وأنا هقول لك على تجربة ممكن أبقى أعملها لك هنا. هنجيب كده أي دواء، طبعا مش هنقول أسامي ولا أي حاجة، أي دواء، أي دواء من اللي موجود في الصيدلية حتى مصرح بيه وكل حاجة. وطلعي الإيه البامفلت بتاعته، أو اللي هي الإيه بيسموها النشرة اللي موجودة جواها، وأطلعها لك قدامك كده ونشوف الأعراض الجانبية اللي بتجيلي من الدواء ده. هتلاقي أعراض جانبية كتير جدا. ضربات قلب زياده، ارق، رعشه في الايدين، غمقان حوالين العينين، في اغماء، حاله اغماء، حالات النفسيه طبعا، العصبيه بتبقى مش طايقه، بيجيلها اكتئاب. وفي كنت لسه هقول لك في ناس بتوصل للاكتئاب كمان طبعًا. يعني طبعًا. ده كل دي اعراض جانبيه من الحاجات الكيميكال. هنا بقى انت الفرق ايه؟ الفرق انك انت بامان بدون اي عرض جانبي واحد حتى، بل بالعكس ده انت بتحسن بيه وظائف جسمك التانيه. زي ما انا بقول دايما القولون، المعده، لانها الياف. بالظبط كده، الياف طبيعيه. الياف طبيعيه بالظبط كده. يعني مثلا ما يجيش حد يقول لك ما انت ممكن تاخد الالياف الطبيعيه من الخس. طب انا اجيب كام كيلو خس؟ عايزه بقى علشان اوصل للمرحله دي. انا عايز اقول لك الباكت الواحد من الياف سوتي فيه 17 جرام من الالياف الطبيعيه. طب شوف ده عشان تعرفي تاخدهم بقى من كميه قد ايه. انت بتاخدي 2 باكت يعني 34 جرام الياف طبيعيه، عشان تاخديهم لازم تاكليلك مثلا ايه زي ما بيقولوا كده فدان سلطه. بالظبط كده. فطبعا دي حاجه مش منطقيه، وحتى الوقت مش هيسعفك انك تعمل الكلام ده. فطبعا انا بقول باستخدامي الالياف سوتي هنبدا ننزل في الوزن من 4 ل 10 كيلو، هنحسن وظائف جسمنا بامان، ومن غير اهم من كل ده بقى، من غير حرمان اللي حضرتك اتكلمتي عليه في الاول. اللي هو ايه؟ ما تاكلش، لا كل. بالزبط. النظام النهارده ايه؟ ده النهارده اليوم الفري، ده بكره مش عارف. ثلاث معالق إيه؟ مش عارف ثلاث معالق ايه يا جدعان؟ انا حد مثلا في الوجبه الواحده باكل رغيفين وثلاثه واربعه، تيجي تقول لي كل معلقتين صح ده في الانظمه بيقولوا له بالجرام، يعني يقول له مثلا هتاكل
ناكل ايه؟ 33 جرام. يا خبر ابيض. انا اجيب بقى الميزان على السفره جنبي. طب المعلقه اللي هاكلها دي اروح اوزنها الاول؟ كم جرام؟ موضوع صعب فعلا. ولذلك انا دايما بنصح ان ايه، الانظمه حلوه وكل حاجه ولكن صعب تنفيذها. فاحنا هنا ممكن ننزل في الوزن بامان وما نتضايقش من اي حاجه، وفي نفس الوقت ناكل اللي نفسنا فيه. طيب احنا عايزين نعرف بقى دلوقتي الياف صوتي بتدخل المعده بتعمل ايه؟ تحسسني بالشبع ازاي؟ مهم جدا ان انا بعرف. انا عايز افهم برضه. طبعا مهم جدا ان بعرف حاجه زي دي لانها بتشتغل على المعده فقط، ما بتشتغلش على المخ، لان اغلبيه الادويه اللي احنا لسه متكلمين عليها اللي بتعمل اعراض جانبيه بتشتغل على المخ. طيب انا هسيب دي كده على جنب. ماشي. وفي فيديو كمان معانا بيشرح لنا شغل صوتي جوه المعده. طيب نشوف الاول. نشوف الفيديو. ان هي الالياف الطبيعيه عامه فيها حاجتين، الياف ذائبه والياف غير ذائبه. خلاص، الالياف الطبيعيه بتاعت الياف صوتي اللي هي الياف صوتي، الياف بتدوب في الميه والياف ما بتدوبش في الميه. فايدتهم ايه الاثنين دول؟ الاثنين دول لما بنعمل كومبينيشن كده ما بينهم وتنزل المعده ونشرب كوبايتين ثلاثه ميه زي ما اتفقنا، لازم اشرب كوبايتين ثلاثه ميه بعديها. خلاص، اول ما هتنزل المعده شايفه هتعمل حاجه اسمها فل، يعني هتخلي المعده خلاص ممتلئه، هتخلي المعده مش عايزه تاكل، هتخلي المعده خلاص شبعت، خلاص مش عايزه اكل. هنا بيجي بقى زي ما بقول كده رفاهيه الاكل، او ان انا عايز اكل شوكليت، عايز اكل حاجه فيها سمنه، حاجه فيها زيت، اقدر اكل من غير ما ابقى خايف انها هتطخني. ليه؟ لان المعده كلها مقفوله خلاص، انا ما فيش غير ايه، حاجه بسيطه جدا في المعده اللي فاضي اللي بيستوعب الاكل ده. طيب ايه اللي هيحصل بعد اما المعده تبقى مقفوله؟ ايه اللي هيحصل؟ الجسم محتاج طاقه ومحتاج انرجي عشان يعيش، هيعمل ايه؟ هياخدها من المخزنه بقى. من المخزنه. المخزنه اللي هي ايه؟ اول حاجه يروح عليها مفروض الكربوهيدرات. طيب الكربوهيدرات دي اللي هي النشويات والحاجات دي. طيب ومش بس كده، يروح على ايه بقى؟ على الدهون دي اللي ايه؟ الدهون دي اللي بدات تتكسر دي. الدهون اللي خلاص بقت سهله. لان هو بيخاف، لان الدهون كبيره عليه فمش بيقدر عليها. انما هنا لو كسرت له الدهون يحصل ايه؟ يبقى الدهون سهله بالنسبه له، يقدر يخلصها. طيب تعالي اوريكي اللي شفناه. تعالى نترجم بقى الكلام ده عامل على التجربه. بصي دي الكوبايه، دي انا دايما بقول المعده بتاعتي وباكت الياف صوتي عادي خالص، بس عشان في ناس كتير كمان بتسال على طريقه تحضيره وازاي بحضر الالياف صوتي، لان هو بودر. مثلا لو انا في الشغل ومستعجله وعايزه اعمله. طيب انا بفرغ محتويات الباكت كده. ماشي. طبعا هو ايه 17 جرام، فهتلاقي رقم كبير. بس ده اكبر وزن موجود. طبعا مش هتلاقي ابدا 17 جرام. بصي بفرغه في نص كوبايه ميه زي ما احنا شايفين كده. ماشي. خلاص، وابدا اقلب. ارضاء لجميع بقى الاذواق. في ناس بتحب تبقى تخليه كده ايه، سيمي سوليد، يعني زي ما بيقولوا ايه، جل بس مش جامد قوي. عشان لو في ناس بتحب تاكله ايه، جل بس مش قوي. إيه اللي بيحصل ايه بقى في معدتي؟ المعده قلنا المعده زي الكوبايه دي. بتعمل ايه؟ بتعمل اللي انا بعمله. المعده هي اللي بتقعد تقلب الاكل ده. بتدوب الاكل ده مفروض. فبتفاجئ بايه؟ ان كل ما تقلبي الميه مع الالياف هيحصل ايه؟ هتمتص الميه. احنا قلنا فيها الياف ذائبه والياف غير ذائبه. هتمتص الميه وتزيد في حجمها. بصي بقت عامله ازاي الحجم بتاعها. جمدت وخلاص. بصي شربت كمان الميه الموجوده، عشان كده بقى بنقول نشرب ميه تاني. نقعد. بصي طول ما انت بتشربي ميه، شوفي انا حضرتها في قد ايه وعملت التجربه في قد ايه، في 30 ثانيه تقريبا. هو ده اللي بيحصل جوه معدتي. تقعد تقلب الكلام ده فتكبر لي في حجمه. طيب لما اشرب ميه اكتر تملى اكتر، فاحس بالشبع اكتر فما اكلش. وهي دي الفكره في ان انا بخس طبيعي ومن غير زي ما نقول كده اي اعراض جانبيه او اي مشاكل عامه تقابلني وانا بخس. طب نشوف صور كده اللي قبل وبعد. يلا نشوف صور حالات معانا خست على الياف صوتي الطبيعيه 100%. يلا بينا. بص بقى كده يا دكتور. بصي الفرق بقى. الفرق بين الشميز نفسه. اهم منطقه يعني او اصعب منطقه هي نزلت منطقه البطن. بالظبط. بصي منطقه البطن من اصعب الاماكن اللي بتضايق السيدات والايه والرجال. لان بتبقى رخمه في الشكل بتاع اللبس. هي بتبوظ شكل اي شكل اي لبس. خلينا نكون صراحه، يعني دايما بتلاقي ايه، ان انت بطنك او الجنب او الرجلين نفسها. بصي الفرق بقى هنا، ده الفرق اللي انا بتكلم فيه. المنطقه اللي هي بيسموها السنترال اوبيزيتي دي، او المنطقه السمنه المركزيه، خلاص بدات تقل. بصي الفرق بين اللي على الشمال واللي على اليمين مثلا، تلاقيه ايه الفرق باين جدا، نزلت خالص اللي هي اصعب منطقه فعلا، وباين في اللبس. يعني ده اللي يهمني انه بيبقى باين في اللبس. فاهم قصدي؟ بيبقى مش الراجل او السيده فرحان بانه بيلبس. بيبقى طبعاً فرحان ان هو بيجيب اللبس اللي هو نفسه فيه. بصوا دي كمان، شوف الفرق هنا. يعني بصي الفرق. يعني ايه يعني؟ ما شاء الله باينه كانها كمان ايه، حد صغير في السن.
يعني كانها صغرت تحسيها السنين. واحد حد تاني يعني تحسيها ايه تحسيها شخص تاني. بصي طيب. بس انا عايزه اوريكي بعد اما الالياف بدات تمص من بصي خدت طبقه الدهون يعني بصي انا عايزه اشوفها بس شايفه شكل الالياف بقت عامله ازاي. خليك ثبت ايدك بس يا دكتور ثبت ايدك اهي شايفين يا جماعه الالياف الكوره دي طبقه الدهون كلها ازاي. لا انا عاجبني ان الالياف كلها اتجمعت. بصي الباكت اللي احنا كنا حاطينه الباودر ده بصوا بقى عامل ازاي اتجمع بقى كوره ومص عليها ايه الدهون كلها. لو شايفين الدهون دي كده اللي هي كانها عمل الالياف صوتي في الجسم مع الدهون المخزنه بالظبط على الدهون لان ده يهمني قوي لان تنزل وبصي تقلل طبقه الايه الدهون اللي وكمان ده احنا كده ايه حاطين جرعه يوم واحد اللي هو 2 باكت. تخيلي انت كل يوم البلك دي الكوره دي خلاص جوه بطنك وبتمص دهون قاعده تمص دهون زي الاسفنجه هي دي ده القصد من فكره بالظبط. طب احنا عايزين عروض حلوه بقى شجعنا عينينا الاثنين. طيب طبعا 50% هنقول 50% عرض طبعا لمطبخ هاله ويتصلوا او على صفحه اورجانيكا هننزل الصفحه دلوقتي اي تواصل واي استشاره عامه واي متابعه برضو احنا زي ما بنقول كده في نظام متابعه بيبقى بعد اول 10 ايام حد بيكلمك يقول لك عملت ايه طب خسيت قد ايه طب ناقص لك قد ايه الكلام ده كله الصفحه على الصفحه دكتور اورجانيكا يا جماعه اهي سواء الصفحه او ارقام التليفونات اللي بتنزل لكم على الشاشه تقدروا تتواصلوا على ارقام التليفونات او الصفحه على الفيسبوك وتطلبوا العرض النهارده 50% 50% خصم. طب احنا معانا صفاء على التليفون. يا صفاء اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ازيك يا صافي عامله ايه؟ الحمد لله بخير والله الحمد لله. ازي حضرتك؟ بخير يا حبيبتي والله تعيش. اتفضلي ليكي. مساء الخير يا دكتور. ازي حضرتك؟ ازيك قولي لي خسينا قد ايه؟ خسيت 15 3 كيلو في 15 يوم. حلو 3 كيلو ده يعني ده الستاندرد يعني الشهر بتاعك يبقى 6 شهور 6 كيلو حلو قوي. كمان حضرتك في معلومه انا عندي الغده الدرقيه يا دكتور خامله. طيب دي مهمه قوي دي. كمان في مشكله دي مهمة يعني الغده الدرقيه دي بتقلل الحرق. الغده عندي هشوموت خامله مش ناشطه. طيب ومع ذلك الياف صوتي ما شاء الله قامت بالواجب على اكمل وجه يعني الحمد لله والله. قابلتك اي مشاكل اعراض جانبيه او اي حاجه؟ لا 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 لا, لا. انا بطبيعتي كمان ما بتعشاش يا دكتور فهي الكيس اللي قبل الغداء بثلث ساعه دوت بيعمل لي حاله قفل رهيبه. لا بقدر الشهيه قلت حلو قلت كتير قفلت معايا كتير. كملي بقى يا صفاء كملي انت لسه 15 يوم في اول الطريق ان شاء الله محتاجه تكملي المشوار ان شاء الله يا حبيبتي ان شاء الله. وبعدين باخده يا استاذ ان شاء الله باخده على عصير فريش من البيت بدون سكر. عادي جدا حطيه على اي حاجه حليب عصير اي حاجه اللي نفسك فيه طبعا. يعني مش شرط ميه لا 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 بس المهم نشرب ميه بعدها. المهم نشرب الميه بعدها. طيب دكتور قبل ما نختم بنعيد العرض تاني النهارده عندنا 50% خصم لمشاهدين مطبخ هاله فقط. ارقام التليفونات عندكم وصفحه الفيسبوك نزلناها لكم تقدروا تتواصلوا سواء عن طريق الصفحه او عن طريق الارقام. شكرا يا دكتور. شكرا نورتيني. اطلعوا فاصل بسرعة وارجعوا لي نكمل حلقتنا مع بعض. فاصل قصير بس اوعوا القناة تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. تعالوا بقى كده نتكلم عن حالة موجودة في كل بيت دلوقتي يا جماعة. اغلبية ولادنا دلوقتي قاعدين من المدارس او من الحضانة خايفين نوديهم. اغلبية الولاد بيكحوا. اغلبية الولاد عندهم برد. تبصوا تلاقوا لو طفل في الفصل كح او عنده سعال الفصل كله اتعدى منه. بعد كده اخد ابني او بنتي اروح للدكتور الاقي اول كلمة الدكتور يقولها لي محتاج جهاز استنشاق او جلسات بخار او حاجات كده احنا ما نعرفهاش من زمان جيلنا ما يعرفهاش بقت موجودة دلوقتي. وتبص تلاقي كل ام شابة دلوقتي جايبة جهاز بخار وعملة تعمل جلسات او تتعمل في العيادة او تتعمل في المستشفى. هل ده صح ولا غلط؟ طب واغلبية الولاد اللي بيكحوا دول وعندهم برد كده جهازهم المناعي ضعيف جدا جدا. فيبقى احنا عشان اطمن على ولادي محتاجة في الاول ان انا اقوي الجهاز المناعي لولادي. اقوي ازاي؟ انا ما عنديش خبره وما اعرفش وعايزه اطمن على اولادي عايزه انزلهم المدرسه. طب اعمل ايه؟ تعالوا بقى نعرف نعمل ايه من ضيفنا الكريم اللي منورنا النهارده دكتور مصطفى حامد استشاري الامراض الصدريه والباطنه والمستشار الطبي لشركه AMD. اهلا وسهلا دكتور. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ انا زي اي ام خايفه
خايفة على أولادي، خايفة على أحفادي، كل دلوقتي عنده سعال، الكل بيكح، إيه بقى موضوع جلسات بخار؟ إيه ده؟ إيه اللي إحنا فيه النهاردة ده؟ إحنا عايزين نقول إن جلسات البخار كمان مش مقتصرة على الأطفال، لأن دلوقتي بقى كبار وأطفال عندنا في إصابات متعددة لأعمار مختلفة. ولكن يعني زي ما بيقولوا كده يبقى السبب واحد في كل دول. إزاي؟ إحنا دايماً عندنا كنا اللي عارفينه واللي دارج قبل موضوع الكورونا والكلام ده كله كان انتقالات الفصول كان بيبقى عندها مصاحبه ببرد وانفلونزا وسعال، بس الموضوع ما كانش بينتشر انتشار رهيب كده او بمعنى صح ما بيوصلش لمراحل قويه ان يبدا الواحد يقلق. طيب هو ايه اللي حصل بالظبط؟ مبدئيا كده لازم نبقى عارفين احنا ان اي انتقالات فصول بيبقى فيها نشاط فيروسي، نشاط فيروس معين بمعنى صح بيبدا الفيروس ده يظهر اعراض متشابهه في كل وقت، البرد، السعال، ارتفاع درجه الحراره، الكحه اثناء الليل بالذات بتبقى شديده اكتر. طيب هل الكلام ده جديد علينا؟ لا مش جديد علينا، سرعه الانتشار هي الجديده علينا والمضاعفات الحاده هي اللي بتحصل هي الجديده علينا. طب ليه؟ النقطه اللي انت قلتيها حضرتك اللي هو نقص الجهاز المناعي، النقطه دي مهمه جدا جدا بالنسبه لنا. كل ما نزل الجهاز المناعي او كل ما ضعف الجهاز المناعي بالنسبه لنا للاسف احنا بنقدر نعاني اكتر. هي الموضوع ان احنا لو رجعنا لورا هنلاحظ ان احنا اجهزه المناعه عندنا كانت قويه. بل ان دلوقتي في الحاجات اللي عندنا الحديثه يعتبر والاكلات الجانك فود والفاست فود اللي عندنا المتكرر بقت المناعه عندنا بتنزل وعدم التركيز على الفيتامينز المهمه. من هنا لابد نعرف ايه هو الجهاز المناعي وازاي نقوي الجهاز المناعي. الجهاز المناعي ده عباره عن جهاز بيتكون من انسجه واعضاء وخلايا عادي جدا زي اي جهاز، زي الجهاز التنفسي، زي الجهاز الهضمي. ولكن ليه اكل وشرب؟ طبعا ليه اكل وشرب بتغذيه. طب زي ايه؟ في عندنا اكتر من 11 15 فيتامين بيقدر يغذي جهاز المناعي، ولكن النسب تختلف من فيتامين لفيتامين وكلها بنقدر ناخدها في اكلنا. ولكن في نسب محتاجه انها تزود بمعدلات خارجيه شويه، ومهما اكلت مش هتديني النسبه اللي الجسم محتاجها بالتاكيد. ومن اهم الفيتامينز دي ودايما بنقول دايما فيتامين الف وفيتامين د والاوميجا 3. ناس كتير سمعت الفيتامين 3 وبالذات تركيز على فيتامين د والاوميجا 3 ويمكن بينسوا شويه موضوع فيتامين الف، مع ان فيتامين الف لا يقل عنهم اهميه. مجموع الثلاثه دول بيساوي عندي تغذيه لجهاز المناعه بنسبه 60 ل 70%. طيب احنا كنا زمان بنضطر ناخد الحاجات دي، بنقول ناخد كبسوله من ده وكبسوله من ده او نجيب 3 4 ادويه شرب. انت عارفه ان حتى في المراكز في التواصل الاجتماعي اليومين اللي فاتوا دول حصلت حاجه جميله قوي. شفنا صوره كده لقينا اب مصور منظر الادويه الموجوده على الترابيزه عنده في البيت. عامل زي مني صيدليه. صح، كلنا كده دلوقتي. صح، في حين ان احنا عايزين نقول ان انا لو كنت محضر نفسي واحنا بنقول الكلام ده من حوالي شهر شهر ونص الجهاز المناعي هو اهم حاجه. احنا ممكن كل الحاجات دي نختصرها في حاجه واحده بس اللي هو فيتامين الف ودال والاوميجا 3 اللي هي زيت كبد الحوت. اللي هي الكلوسيز. طيب هل الكلوسيز في القصه دي ايه سبب نجاحه؟ يعني ايه سبب ان ظهرت اهميته بالطريقه العنيفه قوي خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا دول مع انه موجود من زمان؟ سبب ان هو ظهرت اهميه فيتامين الف ودال والاوميجا 3. ازاي الكلام ده؟ دلوقتي انا هفترض ان انا عندي جدلا شخص سواء طفل او كبير او كبير السن يعني في سعله، في سعال. السعال ده بينقسم عندي لثلاث انواع. هل في كحه بلغم، كحه بدون بلغم، او سعال لوحده جاف. طيب في كلتا الاحوال انا عندي السعال بيبقى نتيجه التهاب في الممرات الهوائيه، قصيبات الهوائيه، او في الشعيرات الهوائيه عندي في اخر حاجه في الرئه. طيب يبقى اذا هو عباره عن التهاب. ايه اللي بيحصل؟ الالتهاب ده بيحاول يخلي السطح جاف على قد ما نقدر. فبالتالي دخول الهواء وخروجه بيعمل اثاره للسطح ده، فبالتالي تظهر السعال او تظهر الكحه. طيب برضه موضوع البلغم بيحصل ايه معانا؟ بيفرز كميه من الميوكس، كميه من البلغم، نتيجه بيحاول الطفل او الشخص الكبير انه يخرجها، فبيضطر يجيب دواء طارد البلغم واضطر يستعين برذاذ البخار. ده صح يا دكتور؟ هو مفيش مشكله، ده ما بيضرنيش خالص، بس لازم تفكر على نقطه. ايه فايده فيتامين الف ودال والاوميجا 3 في القصه اللي زي دي؟ احنا بنجري على المضاد الحيوي على طول، بنجري على موسعات الشعب الهوائيه، بنجري. الحاجات دي مش غلط، الغلط المضاد الحيوي. ده هو الغلط الاكبر، لان ده لابد يصرف عن طريق الطبيب عشان يحدد هل الفيرال انفكشن، هل دي التهاب فيروسي ولا التهاب بكتيري. دي نقطه وبركنها على جنب. النقطه الثانيه، هيفيدني ايه فيتامين الف ودال واوميجا 3 اللي هي تعتبر مكونات رئيسيه للكولوسيس في القصه اللي زي دي؟ لما نيجي نقول فيتامين دال، لما نيجي نقول هيئه الصحه في انجلترا
اللي بنسميها البي اتش اي اقرت ان معظم الاطفال او معظم كبار السن اللي عندهم سعال او كحه او التهابات الشعب الهوائيه لقينا فيه بنسبه 80% ما تقولش في نقص الفيتامين دي. ده نقص رهيب مش نقص غير عادي. شفتوا يعني يعني كمان الاعراض دي كلها برضو اللي هيبقى مصاحب ليها نقص فيتامين دي. ممتاز جدا. نقص فيتامين دال هو مسؤول مسؤوليه كامله بل انه بيبقى تحت 11.9 نانو جرام. الطبيعي بيبتدي من 30. تخيلي انا كل بتاع ده سيفير انسفيشنسي بالنسبه لي. فبالتالي انا محتاج فيتامين دال رقم واحد عشان يقلل الالتهابات عندي، ده رقم واحد. رقم اتنين يقلل السعال. يعني هل هو بيساعد كمان بجانب جهاز البخار على تقليل السعال؟ طبعا بيقلل. رقم ثلاثة فيتامين الف يا جماعه. انا دلوقتي عندي ابني راح المدرسه وتمت اصابته من شخص من زميل لي، هو بيجي البيت بينقل البيت بصوره غير عاديه. انا لو فيتامين الف اللي هو مكون رئيسي مكونات الكولوسيس في القصه زي دي عندي بصوره جيده، يبقى اذا اختراق الفيروس لجسم ابني مش هيبقى بالسهل. دي نقطه. نقل العدوى كمان عشان تتنقل العدوى او بمعنى صح الالتهابات تزيد برضو مش هتبقى بالسهل. كمان الالتهابات عشان تزيد بدرجه كبيره الاوميجا 3 بتتدخل في القصه دي وبتقلل الالتهابات بطريقه غير طبيعيه عندنا بالنسبه لنا، غير الكورتيزونات والحاجات اللي احنا بناخدها. يبقى انا النهارده قبل ما اجري على المضاد الحيوي لا ناخد الكولوسيز الاول اهم كمكمل غذائي يظبط نسبه الفيتامينات في الجسم. صدقيني فيتامين الف ودال والاوميجا 3 اهم حاجه عندي. وان هم يتجمعوا في حاجه واحده ده انا بحس ان هو ده حاجه جدا ممتازه طبعا. نشوف طيب شكل العلبه، شكل علبه كولوسيز. يلا يا جماعه شوفوا شكل العلبه، هو متوفر في كل الصيدليات، تقدروا تجيبوه من اي صيدليه جنبكم. ده شكل علبه كولوسيز، هو زيت كبد الحوت مكمل غذائي، او مكتوب حتى على العلبه مكمل غذائي مصرح من وزاره الصحه، موجود في كل الصيدليات. اكيد يقدر نديه للاطفال لاولادنا الصغيرين. احنا بنختلف الجرعه بس. دي نقطه مهمه قوي، ان دايما بنقول من سن سنه لحد 8 سنين بناخد كبسوله واحده في اليوم، والكبسوله دي ممكن نفضيها على اي حاجه بيحبها. تمام. اكل او شرب. طيب فوق 8 سنين باخد كبسولتين. طب لو انا صاحب مرض مزمن زي الضغط او القلب او السكر بالزبط. هل فيتامين الف ودال والاوميجا 3 هيشتغل بطريقتين، طريقه وقائيه وطريقه علاجيه؟ يعني وقائيه انه بيحميني عن طريق الجهاز المناعي، وعلاجيه ان حتى نسبه السكر دايما مع مرض زي ده فيروس زي ده مع مريض السكر بتاع نسبه السكر او الضغط بتلاقيه يبدا يعلى من كتر السعال. فيبدا يظبط النقطه. احنا لما نظبط دي السكر بيقل، الضغط بيتظبط ان شاء الله. أكيد. يبقى احنا عندنا الكولوسيز مناسب جدا جدا لاصحاب الامراض المزمنه. اكيد طبعا. ومناسب للاطفال بالذات مرضى حساسيه الصدر او الربو الرئوي او حساسيه الجيوب الانفيه. الناس دي يا جماعه بتشتكي وبتتعب تعب غير عادي جدا في الاوقات في تغيير الفصول. أكيد. يا دكتور فعلا. اكيد. وبيستخدموا حاجات كتيره جدا موضعيه، بخاخات والكلام ده. حط الفيتامين الف ودال والاوميجا 3 زيت كبد الحوت جنبك بجانب ادويه، هتقدر تمنع المناعه الاصابه بنسبه من 30 ل 35% من حتى من اعراض البرد. 35% طبعا نسبه كبيره مش نسبه قليله. صدقوني انا دلوقتي بالنسبه لي ان انا اركز على الجهاز المناعي من اهم شيء عندي. ده اهم حاجه عندي في الاوقات اللي احنا، لان انا ما اعرفش السنه الجايه هقابل ايه واللي بعدها هقابل ايه. فاذا لابد ان انا زي ما بيقولوا كده احط ورقي في المكان المظبوط. يبقى كده حضرتك كمان فسرت لنا ظاهره ان ممكن حد يجي له نزله برد يوم يومين وخلصت خلاص وراحت. مزبوط. وحد تفضل مستمره عنده واعراضها تزيد. أكيد. كمان وبيكون اتنين قاعدين في نفس البيت زوج وزوجه والاثنين بيحصل ده اصابه شديده. صحيح. وده بيحصل اصابه عاديه جدا. ممكن كحه بسيطه سعله بسيطه والموضوع عدى. ده الفرق في الجهاز المناعي. في الجهاز المناعي اكيد طبعا. اللي احنا عايزين نحافظ عليه دلوقتي عن طريق الكولوسيز المكمل الغذائي اللي فيه اهم الفيتامينات اللي الجهاز المناعي محتاجها في الفتره اللي احنا أكيد. فيها فيتامين الف وفيتامين د والاوميجا 3 طبعا. حدث ولا حرج يعني. أكيد. دكتور مصطفى حامد حضرتك نورتني النهارده. اشكرك واشكركم على متابعتكم الكريمه، ويا رب النهارده الحلقه كلها تكون فادتكم. وتقدروا على طول يا جماعه تتابعوا الحلقات بتاعتنا، هتستفيدوا بكل جديد، تستفيدوا بمعلومات مهمه جدا جدا. والى اللقاء في حلقه جديده تفيدكم وتعجبكم اكتر واكتر ان شاء الله. والسلام عليكم.